الاثنين 19 ديسمبر، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه تاسعة، مرحبا بكم في موعد جديد من غوضي هناف، يرجع لكم في توقيته المعتاد كل يوم من الاثنين للجمعه من 6:30 ل 8:30 مساء. وليله اكيد باش نرجعوا على الانتخابات التشريعيه 17 ديسمبر 2022 اللي كانت صارت نهار السبت، باش نقراوا بعض النتائج الاوليه فيها، لا سيما نسبه المشاركه والنتائج الأولية باش تتحين شيئا فشيئا، وسيتم الإعلان عنها بعد لحظات في ندوة صحفية ننقلها لكم مباشرة في غونديفو نوف من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. يكون من هناك مراسلنا زايد الزايدي قراءة في النتائج في المواقف الداخلية لكن أيضا الخارجية بحضور كل من سونيا الدهماني. أهلا وسهلا بك، الحمد لله على سلامتك، مرحبا. ميرسي. لطفي العمري، مرحبا. مساء النور. خليفة بن سالم، مرحبا بكم جميعا. ضيوفنا الليلة انطلاقا من الساعة الثانية أو الجزء الثاني يكونوا حاتم المليكي الناشط السياسي، ومع سيف الدين العبيدي المكلف بالاتصال بشبكة مراقبون. بلغ عدد المقترعين في الانتخابات التشريعية 803638 مقترع، أي بنسبة إقبال على التصويت في حدود 8.8%. سير عمليات الاقتراع في عدد من مراكز تونس الكبرى، في هذا الروبورتاج لرحاب حوات. كان المشهد نهار 17 ديسمبر، مئات من التوانسة اختاروا التوجه لمراكز الاقتراع لاختيار النواب اللي باش يمثلوهم في البرلمان الجديد. قمت بالذمة وجيت بطبيعة الحال، إنسان حاجة واجب لازمنا نقوموا به. في هالانتخابات هذيا إن شاء الله مبروك علينا الكل، وإن شاء الله مبروك على تونسنا يا ربي، وإن شاء الله يكونوا في المستوى. أنا ما نتصورش ما خذاوش درس من القدم. جيت نقوم بواجبي الوطني وجيت ننتخب. إن شاء الله اللي عطيته صوتي يكون على قد المسؤولية. جبت الصغار معايا باش يشوفوا العملية ويكونوا في المستقبل فعالين في المجتمع. جيت ننتخب خاطر ديما عندنا أمل باش البلاد ترجع وتولي لاباس، ديما عندنا أمل، احنا ما نفقدوش الأمل. الناخبين فيهم اللي يعرف شكون باش ينتخب ومطلع على برنامج المترشحين، وفيهم اللي ما عنده حتى فكرة. بيان سور نعرفوهم كيفاه. فما ناس تقول ما نعرفوش. لا 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 لا، ولد المنطقة. ولاد المنطقة هما. خواتي أنا قريت تصويت باهية وبيا زعما في السن ورزين وكل شيء، وربي باقي ستر بناتي. نعرف. إن شاء الله أنت في المستوى. على أي أساس اخترت؟ خاطر قالوا باهي. حسب تقريب باهي. يصحب البلاد. بناتي معايا وكل شيء يحبوا هذاك. وهي قلت لهم أنا نحبوا والناس كل. هي بالثقة. أكيد عندي فكرة. أكيد. اطلعت على برنامج وكما قلت لك انا نشجع الشباب. نعرف برنامج نتاعو وعمل برشا حاجات باهيه قبل، عاون برشا عبيد وعنا فيه ثقه. في الانتخابات الاخرانيه كانت كنا نعرفوهم زعما وشيء والحقيقه نتاع ما كانوش مستوى معانا، وخلي المره هذه قلنا خير خلي هكاكا الامبروفيست في المهموطه وربي سبحانه ما يخيبناش. الناخبين عندهم انتظارات كبيرة من نواب الجدد خاصة على صعيد تحسين المعيشة. يلزم نشوفوا الإصلاحات، مقترب عندنا برشا إصلاحات. إصلاحات شو نقول لك؟ باش نديلك، عندنا إصلاحات في الـ في الـ في المستشفيات، عندنا البنية التحتية، عندنا البطالة، سورتو المعيشة نتاع المواطن اللي قاعد نقاسيو. ينتبه للفلاحة لك الأراضي المطيشة ذوكم، بلاد في حرب أوكرانيا وتصدر في القمح، وإحنا بلاد هنا قاعدين حاطين سيق على سيق، لا خدمة لا قدمة، ولادنا في الشوارع. حسب التقريب معناها باش يرجع لنا البلاد بالقدا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله البلاد تولي بالقدا ويرخصوا لنا في الأسعار، الأسعار ياسر غالية. هذا وفسر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فسر ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية بغياب المال السياسي الفاسد والأجنبي وتغيير نظام الاقتراع إلى اقتراع على الأفراد وفق تعبيره.
نسب الأقبال المتواضعة نعم، ولكن أن نقول مخجلة جدا فالموضوع هذا يستحق نظر، لأنه إذا كان نشوفه وندققه في النواب الذين دخلوا البرلمان في سنة 2019 قديش دخلوا نواب وبقديش أصوات، وقت نجم نقوله مخجلة أو غير مخجلة، لأنه جزء كبير من النواب اللي دخلوا للبرلمان 19 دخلوا بأكبر البواقي بعشرات ومئات الأصوات. وتعرفوا أما شكون فما من النواب التونسيين اللي تخلي البرلمان ب 280 صوت. ضعف نسب الأقبال أو نسب المشاركة أسباب ذلك، يعني في اعتقادي سبب واضح هو تغير نظام الاقتراع وانعدام المال السياسي في الحملات الانتخابية، لأنه لأول مرة وهذا نقولها على مسؤوليتنا كأية انتخابات، لأول مرة تصير انتخابات وحملة انتخابية نظيفة من المال السياسي اللي هو كان السبب وراء شراء الأصوات. خنكون واضح وصريح، فلأول مرة انتخابات التونسية كانت نقية من الأموال الأجنبية والأموال السياسية المشبوهة، وكانت نقية من توظيف وسائل الإعلام لفائدة أحزاب سياسية، وهذا يتعرفوه الناس الكل. ف800,000 هذوك الناخبين اللي أدلوا بأصواتهم قاموا بمجهوداتهم الفردية لاستجلاب هذا العدد من الأصوات، لكن لو كان فما مازالك الإطار القانوني بتاع التمويلات العمومية والتمويلات الأجنبية واستعمال الجمعيات واستعمال القنوات التلفزية، راكم لقينا نسب اللي كنتوا مستانسين بها، وتعرفوا كيفاش كانت تجي الأرقام هذيك في الانتخابات التشريعية السابقة. به خلينا نتوقف شوية عند النسب هذايا، وما زالت عنا العديد من التصريحات والمواقف. سونيا، قراءة عامة وشاملة برقية لهذا المسار نهار السبت، 803,638 مقترع، 8.8% اللي تحكي عليها بارشا من نهار السبت حتى كشي توا. هو سيد فاروق بوعسكر يعتبر أنه هذا الرقم ولا نسبة المشاركة هذه غير مخجلة، منعرفش شنو يلزمه ليخجل السيد فاروق بوعسكر وأن يعترف بفشله، بفشل هيئته وبفشل المسار بصفة عامة. مخجل كذلك أن السيد فاروق بوعسكر يتهم آلاف وآلاف بل ملايين التوانسة اللي توجهوا المكاتب الاقتراع في الانتخابات الفارطة من 2011 حتى 2019 أنهم وقع شراء أصواتهم. تذكروا أن وقفنا ساعات طويلة طويلة جدا، وكنا أمل تقلصوا الأمل بشوية بشوية، لكن الأمل شفناه حتى في الناس اللي وقع سماحهم تاو كنا نسمعوا فيهم مازال عندهم أمل في مستقبل أفضل. فأنه يتهمنا الكلنا اللي مشينا وصوتنا أنه وقع شراء أصواتنا، يزمو يتحاسب على اللي قاله سي فاروق بوعسكر، خاصة وأنه هو كان في مجلس الهيئة آنذاك. فإما أنه كان يعلم وما قالش ويزمو يتحاسب ويقع التحقيق معاه في الموضوع هذا بالذات، وإلا لم يكن يعلم وهذا أتعس على خطر هو دوره السهر على أن تكون الانتخابات ديمقراطية وشفافة. فإذا كان هو ما كانش يعرف يبقى المسعى. دون ذلك أنا باتوا ان ركور، رانا ان ركور مونديال، رانا طيحنا على الأرقام الكل، طيحنا على تايتي وأفغانستان. اليوم مع الأسف أني تونس عندها لو تريست ركور أني أقل وأضعف نسبة مشاركة في الانتخابات. بيه نستسمحك سونيا باش نمشيو مباشرة لقصر المؤتمرات، المركز الإعلامي لقصر المؤتمرات، أين تجرى هناك ندوة صحفية مباشرة لهيئة الانتخابات، باش نسمعوا منها مقتطفات وبعض زميلنا زيد الزايدي يلخص لنا شنو اللي تقال بالضبط. من القانون عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه بطالع هذا القرار، اعتبار المخالفات المذكورة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثرت بشكل حاسم وجدي على نزاهة الانتخابات بالدائرة الانتخابية منزل بورقيبة تينجا ببنزرت، وخاصة على توزيع الأصوات والتصريح تبعا لذلك بالإلغاء الكلي للنتائج المتحصل عليها من المترشح سليم حراقة عن دائرة منزل بورقيبة تينجا بنزرت وقدرها 1890 صوت.
بالنسبة للمترشح أحمد السعيداني، وبعد الاطلاع على جميع المؤيدات المرفقة بملف ترشحه وعلى تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت حول ارتكاب المترشح المذكور لجملة من المخالفات والجرائم الانتخابية أثناء الحملة الانتخابية والتي من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات، فقد أوصت الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت تبعاً لذلك الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصل عليها من قبل المترشح سيد أحمد السعيداني بدائرة ماطر أوتيك مركز 7 عوينات وقدرها 23 صوت، وبعد ثبوت ارتكاب المترشح عن الدائرة المذكورة لمخالفات تمثلت في تمزيق معلقات انتخابية تعود إلى منافسيه في الدائرة والنيل من عرض مترشح آخر وكرامته وشرفه والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الأخلاق الحميدة والمس من نزاهة الاقتراع من خلال الدعاية الانتخابية خلال فترة الصمت الانتخابي ومخالفة ترتيب الحملة كما هو ثابت من المؤيدات المضروفة بالملف، مخالفا بذلك لأحكام الفصول 62 و150 من القانون الانتخابي والفصل 43 مكرر من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 والفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية. وبالرجوع إلى محضر المكتب المركزي لجمع النتائج للدائرة الانتخابية ماتر أوتيك والمتضمن حصول المترشح أحمد السعيداني على 1408 صوت من بينها 23 صوت تحصل عليهم بمركز 7 عوينات، وطالما أن عدد الأصوات المشار إليها أعلاه ثبت ارتباطها في حدود العدد الملغى بارتكاب المخالفات المشار إليها بما يجعلها قد أثرت بصفة جوهرية وحاسمة على النتائج، وعلى إثر مداولة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2022 وتطبيقاً للفصل 143 من القانون الانتخابي، فقد اعتبر مجلس الهيئة أن المخالفات المذكورة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثرت بشكل حاسم وجدي على نزاهة الانتخابات بماطر أوتيك خاصة على توزيع الأصوات والتصريح تبعاً لذلك بالإلغاء. هذه مقتطفات من الندوة الصحفية المباشرة مباشرة من قصر المؤتمرات لإعلان الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 2022، ثم التحيين للرقم اللي تم تداوله. إذن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت هو 1,025,418 ناخب، أي بنسبة 11.22%. خليفة، هل يغير حاجة هذا التحيين؟ ثم لماذا سمعنا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يبرر في نسب الإقبال؟ هل من دوره أنه يبرر نسب الإقبال ضعيفة كانت أو منعدمة؟ في تقديري خرج عن دوره في الأصل، هو غير معني بتبرير هذا إلا على مستوى التقارير الداخلية، لأنه الهيئة عندها دور في نسب الإقبال باعتبارها تقوم بعملية الدعاية والتعبئة للمشاركة في الانتخابات، ويبدو أن الهيئة لم تفلح ولم تنجح في هذا الدور. يعني أنا كمراقب متابع للشأن العام الانتخابي أعتقد الهيئة عندها جزء من المسؤولية، ولكن الصغير مش الكبير. لازمنا بشيء من الهدوء نفسر علاش نسبة الإقبال كانت سيئة وقالت سونيا مخشلة ولا تليق بانتخابات تشريعية في كل الحالات. كانت النسبة سيئة وسيئة جدا. وقت نحلله لا يجب أن نبحث عن الأعذار، يجب أن نفسر. أنا في تقديري هناك جزئين، هناك حالة اسمها العزوف اللي عاشتها الانتخابات في تونس من 2011 إلى الآن، باعتبار أننا لم نتجاوز في معظم الحالات 50% إلا في انتخابات 2014 وصلنا حوالي 62% نظرا للاستحقاق. كانت عركة كبيرة بين النهضة والنداء، 2011 52 2019 42%، يعني بقينا نعوموا في ال 40% 50% على جسم انتخابي كان في حدود 7 مليون، اي الناخبين في نهاية الامر في حدود 3 مليون فما فوق، ثم 50% عندهم عزوف تام، وهذا لابد ان يدرس من الجميع. عزوف نتاع ال 50% خيبة للجميع في الحكم، في المعارضة، في النخبة، في الاعلام، في السياسيين. بماذا يفسر؟ على الاقل بالمعطيات اللي عندنا الى حد الان. اعتقد ثم مسألتين في هذا، جزء منه
عزوف تقليدي الناس العملية الانتخابية اللي أنا عزفوا في 2011 وبالبطاق تعريف وبعد ثورة وديزون دخلنا الحرية والتنافس وكذا، ومع ذلك شاركوا 52%، البقية مازال ما عندوش قناعة التونسي أنه العملية السياسية عبر الانتخاب وصناديق الاقتراع ستغير من حاله شيء. هذه العملية تعمقت في جزء منها نظرا للأداء السيء للطبقة السياسية طيلة العشر سنوات إلى اليوم من إنجاز مكاسب فعلية تخليه هو يثق في هذه العملية كآلية مواطنية فعلية، تخليه مشارك مش مجرد شخص يقف ويشد الصف. أنا وين نقول تمت المقاطعة؟ المقاطعة تمت على جهتين، إذا حسبنا الجسم الانتخابي في حدود 3.5 يعني 3,500,000 الناخب، وين تمت هنا السؤال؟ ثم السؤال مطروح على السلطة ومشروع 25 جويلة. أنت في 25 جويلة جبت حوالي 3,000,000 إنسان مشاو أعطاوك أصواتهم للاستفتاء، صرت يوم 17 ديسمبر عندك 1,000,000، هناك 2,000,000 مقاطعة نعتبرها لهذا المسار، انطلاقا من خيبة أمل هؤلاء في هذا المسار اللي ما حقق حتى شيء من تطلعات هؤلاء الناس، باعتبار أن وقت المشاو 25 جويلة طالبين المحاكمة، طالبين المحاسبة، طالبين حساب والملف المالي، طالبين موضوع الفساد، طالبين المحاسبة مع العشرية وشكون حكم فيها، طالبين وطالبين وطالبين. لحد الآن السلطة لم تنتج شيء من هذا، بقي احنا اعطيناك تفويضك نهار 25 جويلة، حمل مسؤوليتك، أنت ما كنتش مستوى هذه الانتظارات. ثم 1,000,000 تقريبا يدور في الحياة السياسية اللي رافضة وعن قناعة معارضة كحزب الدستور الحر، كحركة النهضة، كالجبهة الشعبية حمل همامي، كثير من القوى السياسية اللي هما قادرين يهزوا الناس للانتخابات، لأن الانتخابات مش فقط أنه الناس تحبك ولكن كيفاش أنت توصلها. الماكينة الحزبية غايبة عن العملية الانتخابية أثرت في جزء من يعني احنا عدنا عمليا زوز ملايين تابعين قيس سعيد، نقولوا هكا باللغه نتاعنا كل واحد شكون تابع، يعني 2,000,000 مع 1,000,000 اللي شاركوا، 3,000,000 بتاع الاستفتاء غابوا منهم زوز، وثم حوالي 800,000,000 اللي تابعين الاحزاب السياسيه مقاطعه، البقيه عازفين على كل الطبقه السياسيه. احنا حتى كي نرجعوا الروبورتاج اللي سمعناه وعينا من التوانسه اللي مشاو واقترعوا لطفي، بخلاف الانتظارات الناس تقول لك انا نغزر للتصويره باش نعرف من من من, من الهيئه من لابارونس نتاعو باهي خايبها بالعاطفه نتاعي، معناها ارتحت له ما ارتحتلوش ومشيت صوتت هكا، معناها الناس ما تعرفش حتى المترشحين انفسهم، والله سمعت عليه قالوا باهي، والله قالوا يطمن ينجم ياخذ المهمه هذه على اكمل وجه، والله ما نعرفش مشيت وصوت، يعني الانطباع العام تقريبا لخص في هذا الروبورتاج اللي سمعناه منذ لحظات. هي عينه نستسمعك تفضل، باش نرجع لتصريح السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة الانتخابية اللي برر فيه نسب الإقبال، ولماذا رفض توصيف النتيجة بالمخجلة. خليني نقول أن وجود السيد هذا على رأس الهيئة هو الأمر المخجل، وبأمثال السيد فاروق بوعسكر تم تقريبا تحطيم تونس في كل هذه السنوات، ووجوده هو أبرز عنوان لحالة الخراب والدمار التي عاشتها تونس، وهو مسؤول بدرجة كبيرة على إجهاض مسار 25 جويلية. علاش شنو دخله لطفي؟ لأنه السيد هذا كان عنصر فاعل جدا في منظومة 24 جويلية، كان رقم صعب في الهيئة هذه، كان نائب رئيس عندما كانت الانتخابات وإرادة الشعب التونسي تزيف وتزور بالمال الفاسد، وكان يعاين هذا وهو صامت من أجل المحافظة على كرسيه. هو لم يكن فقط مجرد نائب لرئيس الهيئة، هو قاضي، هو قاضي، وكان يرى الجرائم التي ترتكب في حق إرادة الشعب التونسي وهو ملازم للصمت. شنو كان مطلوب منه؟ وللأسف هكا توا مشيش فسرن، معناها قاضي انت قدامك راي عام نائب رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات يعاين هكذا جرائم ويصمت مقابل المحافظه على كرسيه، ثم رئيس الدوله الذي قام بمغامره كانت يمكن ان تكلفه حياته ليله 25 جويليه لينهي مسار 24 جويليه، بعد ذلك يمنح مسار
25 جويلية ويضع رقبة هذا المسار في يد السيد فاروق بوعسكر، ثم واصل في نفس السلوك عندما لم يحتج على التغييرات والتنقيحات التي أجراها رئيس الدولة على القانون الانتخابي، رغم علمه بأنها ستساهم في الوصول إلى الكارثة التي حصلت يوم 17 ديسمبر. كي ناخذ مثال تاع السيد كمال الجندوبي في انتخابات 2011 وكانت البلاد في سياق ثوري ملتهب، رفض إجراء الانتخابات لأنه الظروف ما كانتش مهيئة، وفرض على الباجي قايد السبسي وقتها رئيس الحكومة تأجيل ذلك الموعد ببضعة أشهر ريثما تتوفر ظروف الأفضل. وبالتالي على السيد فاروق بوعسكر أن يلتزم الصمت، لأنه اللي عشناه نهار 17 ديسمبر، شوف ندخلوا في التفاصيل هذه نتاع علاش خرجوا علاش ما خرجوش، أنا في اعتقادي مش هذا اللي باش يخرجنا من الكارثة اللي احنا فيها تو. أنه النتيجة هذيك تجي نهار 17 ديسمبر بعد مرور 12 سنة على إسقاط نظام بن علي، أنا في اعتقادي تلخيص كامل لما حصل في تونس على امتداد 12 سنة. وإذا في 17 ديسمبر اشتعلت تونس 17 ديسمبر 2010 إذانا بإسقاط نظام بن علي، فإنه 17 ديسمبر اختار الشعب طريقة أخرى للاحتجاج للرفض. اللي حصل نهار 17 ديسمبر ما كانتش فقط 8.8، كانت ثورة تونسية صامتة. اختار الشعب التونسي الصمت يوم السبت والبقاء في البيوت كتعبير منه على رفض كل المسار. كان الأفضل اليوم أن نقعدوا بأعصاب باردة ونقولوا شنو الممشاش وشنو الحلول باش نزيدوا نسمعوا عينة منه الشارع التونسي. فاروق بوعسكر بوعسكر وينضم لجوقة المفسرين ولجوقة الصادقين الثابتين ويقدم هذه القراءة المغلوطة. إذا باش نمشيوا مع أمثال السيد هذا فإن مأساة تونس ستتعاظم. عليه أن يفهم فقط وأنهي رغم أنه قلبي معبي، عليه أن يفهم أنه رئيس الدولة وقت اللي اختاروا من مجموعة الصادقين وأوكل له أخطر مهمة في البلاد، رأوا أنك تكون صادق مش أنك معناها تروج الأراجيف تقربا من رئيس الدولة. لو كنت صادقا فعلا لصادقت الكلام لرئيس الدولة، لقلت له الحقائق، لتصرفت كقاضي، وما يمليه عليك ضمير القاضي وقت اللي تقول له هذا القانون وهذه التنقيحات التي أجريتها سيد الرئيس ستؤدي بك إلى الكارثة وبمسارك إلى هذه النهاية التراجيدية. شكرا لك. مازلنا مش نحكيه، مازلنا مش نحكيه على كرسيك وعلى امتيازاتك، فهذا مخجل ولا يشرفك لك قاضي ولك رئيس لهيئة المحكمين في تونس. مازلنا باش نواصلوا مع تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اللي أكد وجود دورة ثانية من الانتخابات التشريعية في أكثر من 100 دائرة نظرا لوجود أكثر من مترشح في كل الدوائر وصعوبة حصول أي مترشح على نصف الأصوات زائد واحد. الدوائر التي سوف تكتفي بالدور الأول فقط هي الدوائر اللي فيها مترشح وحيد أو الدوائر اللي فيها زوز مترشحين، وممكن زادة فما دوائر تكتفي بالدور الأول إذا كان تمكن أحد المترشحين من الحصول على 50% زائد واحد من الأصوات المصرح بها. ولكن نعلم بالتجربة أنه أغلب الدوائر اللي فيها من 3 مترشحين فما فوق سوف تذهب إلى دور ثاني، على اعتبار أنه من الصعب أنه يتمكن مترشح من الدور الأول من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد. فننتظر انه مش يكون دور ثاني فيه العديد من الدوائر الانتخابيه، بطبيعه الحال مش يكون اقل من 154 دائره، ولكن نتوقع انه مش تكون تفوق ال 100 دائره اللي مش يجرى فيها دور ثاني للانتخابات. كيفاش كانت الاصداء يوم الانتخابات في الشارع خارج مكاتب الاقتراع؟ نتابعوا هذا التقرير.
17 ديسمبر يوم الاقتراع في الانتخابات التشريعية اللي باش تفرز برلمان متكون من 161 نائب. في النهار هذايا خرجنا للشارع، حابين نشوفوا المواطنين شنو نظرتهم للانتخابات هذه، هل باش يشاركوا والا لا وعلاش؟ علاش يقول القائل انتخبت؟ بكل بساطة تجسيدا وتجسيما للحق والواجب في الانتخاب، أكثر من هذا ما ثماش. أنا ما مشيتش، علاش؟ خاطر هما كي تعملي لهم الانتخابات جارك ولا ما غير جارك ما معش يتلفت لك، ينسيك. أنا مانيش فهمش الانتخاب، أول حاجة ساعة ما نعرفهمش الجماعة هذوما الكل، ما عندناش بهم حتى دراية. اللي يشد حبلاسة في البلاد يخدم متابع ويقضي مصالحه، والشعب هذايا ديما منسي وديما تشوف بنية تحتية، تشوف بطالة، تشوف عبيد موتت في البحر، عبيد شاذ، معناها وضع، ويقول لك كيف ما تنتخبش. رغم ان معناها فقدنا الثقه في فيهم الكل، فهمت؟ اما واجب يلزم يحط صوته ماذا يعوش. بالنسبه لي هذه انتخابات لا جدوى منها، هذا المجلس ستاتيه الاوامر والمراسيم ينفذها طائعا وهو كأس، لان تنجم تنحى عليه الوكاله. مانيش مش ننتخب، نحسها انها حكايه فارغه. هو من الاول كي حل البرلمان علاش عاود يحل فيه مره اخرى؟ يخرج الشعب نورمالمون يشوف حكايه الشعب، يعني شنو المستحقات وكيف توا ازمه الحليب، ازمه السكر. ما انتخبتش علاش؟ لاني نعتبر ما فماش انتخابات. الانتخابات في تونس هو عرس، عرس تنظموا الاحزاب بتقديم البرامج وتتنافس. ما عندي ثقه في حتى انسان. شكون باش تنتخب؟ اللي مشاو انتخبوا يندم، اللي مشى انتخب باش يندم، ندموا قبل باش يزيدوا يندموا تو ويندموا من بعد. كان لرئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إدلائه بصوته يوم الاقتراع نهار 17 ديسمبر رسالة وجهها للمترشحين، نسمعها مع بعضنا. وليتذكر الذين سيتم انتخابهم اليوم أو في الدورة القادمة إن تم اللجوء إلى دورة ثانية، ليتذكر هؤلاء أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتقبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. أنه يوم تاريخي لانتخاب أعضاء هذا المجلس الأول، مجلس نواب الشعب، قبل انتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم، فلتكونوا في الموعد مع التاريخ لنصنع معا تاريخا جديدا. لآخر التحيينات نرجع مباشرة المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات وين ينضم لنا من هناك زميلنا زايد الزايدي. أهلا وسهلا بك، مساء النور. مساء النور ملاك، مرحبا بك وبكل من التحق بنا في المتابعة على قناة التاسعة. طبعا تعقد الآن في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة هيئة الانتخابات ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات 17 ديسمبر الانتخابات التشريعية. طبعا منذ قليل كان رئيس الهيئة فاروق بوعسكري يقدم آخر المستجدات في علاقة بالأرقام المسجلة في هذه الانتخابات. أنا باش نعطيكم بإيجاز الأرقام على الأقل ونسبة المشاركة. بالنسبة لعدد الناخبين ملاك بلغ 1,025,415 ناخب، هذوما قاموا بعملية الاقتراع على مستوى نسبة الإقبال. سجلت الهيئة نسبة إقبال في حدود 11.22%، رفعت أيضا عدد من المخالفات يقدر ب 1763 مخالفة. وأكد فاروق بوعسكر أنه تم اتخاذ 1342 إجراء يقول بين التنبيه على يعني المتجاوزين في عملية الاقتراع، وأيضا تم بعض الملفات تم إحالتها على النيابة العمومية. أيضا فاروق بوعسكر يؤكد أيضا أنه يعني تم إلغاء
كلي وأيضا جزئي لبعض نتائج المترشحين في عدد من مراكز الاقتراع. نحكي على ولاية بنزرت، ولاية نابل، تونس واحد، هذوما شهدت فيهم يعني فيهم مخالفات أدت إلى يعني إما يلغيوا له النتائج بالنسبة للمترشحين المتجاوزين للقانون، إما يلغيوا له النتيجة كليا وإلا جزئيا بتنقيص عدد من الأصوات. طبعا كما قلت ملاك أكيد تقريبا، وفي تصريحات أعضاء الهيئة أكدوا أنه تقريبا أكثر من 100 دائرة باش تمر إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. طبعا نترقب انه النتائج النهائيه يتم الاعلان عليها في 19 جانفي المقبل، وفي حدود 15 يوم على اقصى تقدير يتم اجراء العمليه او الدور الثاني من الانتخابات التشريعيه، يعني تطيح في حدود 3 فيفري القادم. كما قلت ملاك، هي هذه نتائج اوليه على ان يتم الاعلان النهائي عن النتائج بعد نظر في الطعون بتاريخ 19 جانفي المقبل. اكيد احنا باش نبقاو في المتابعه، بعد قليل ناخذ سي فاروق بوعسكر رئيس الهيئه، لانه الى حد الان هو يقدم اخر المعطيات في علاقه بالانتخابات التشريعيه اللي جرات نهار 17 ديسمبر تقريبا اول امس السبت، واكيد باش نكونوا معكم في متابعه لاخر المستجدات لحظه بلحظه. أكيد نرجع لك بعد لحظات. شكرا لك مفدنا إلى قصر المؤتمرات زايد الزايدي. برشا مواقف، برشا تصريحات، برشا تعليقات على هذه النتائج وعلى هذا الاستحقاق. مثلا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوين ليه لطفي شنو يقول؟ يقول مقاطعة قرابة 92% من الشعب التونسي للانتخابات التشريعية هي بمثابة سحب لوكالة قيس سعيد في ممارسة مهامه كرئيس جمهورية. وفي تدوينة ثانية أيضا سأل ألا يوجد حكماء بيننا؟ وبعد التذكير بالفصل 56 من دستور 17 و 2022 اللي نص على أنه يفوض الشعب صاحب السيادة والوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، يقول محفوظ أنه 92% من الشعب التونسي رفضوا تفويض سلطتهم التشريعية. الموقف هذا بالذات كيفاش تقرأ؟ باهي، قولوا زيادة أنه روى نهار اللي صار نهار السبت صحيح هي هزيمة مدوية للرئيس قيس سعيد ولمشروعه ولبرنامجه، لكنها لا يمكن نعتبرها انتصارا لخصوم قيس سعيد. تونس خاضت 6 أو 7 استحقاقات انتخابية، كان كل مرة يربح حزب ويخسر حزب، يطلع شخص ويطيح شخص، لكن تونس في كل المواعيد والاستحقاقات كانت تخرج خاسرة، والنتيجة هي حصيلة 11 سنة. اليوم يلزمنا نخمو في البلاد كيفاش غدوة في أي استحقاق قادم أو مبادرة تكون فيها تونس هي الرابحة وليس الأشخاص. احنا نعرفوا أي استحقاق انتخابي رئاسي أو برلماني هو يقول لك معناها التقاء بين الشعب والمشروع وصاحب المشروع. اللقاء هذا ما صارش نهار 17 ديسمبر، رفض الشعب أن يلتقي مع صاحب المشروع لأن الشعب كانت عنده احترازات إن لم يكن رفض كبير لهذا المشروع الذي أصر الرئيس الدولة على أن يفرضه بقوة المراسيم. ذاك علاش نختلف أنا مع خليفة في تقييمه لنسب المشاركة في بقية الانتخابات السابقة، لأنه الفرق يا سي خليفة أنه الانتخابات هذه التشريعية رئيس الدولة أولا طرح نفسه كخصم، ثم هو الذي وضع كل قواعد اللعبة الانتخابية. يعني رئيس الدولة وضع قاعدة اللعب ولعب هذا الماتش الانتخابي وخرج مهزوما وبطريقة مدوية بطريقة تراجيدية، لأنه في النهاية ما هيش هزيمة قيس، هي هزيمة وطن، هي هزيمة شعب اللي حولتنا اليوم من مفخرة أمس في الأيام إلى مسخرة، لأنه حتى بمحاولات الترقيع اللي قاعدة تقوم بها توليزي واللي قد جيب وبش نطلعوا ال11 وفماش ما نوصلوا ال12، لكن في النهاية أنت تبقى أقل من الرقم اللي كانت تحكي عليه سونيا، الرقم متاع هايتي. اليوم حتى جمهوريات الموز ما عطناش لاحقين عليها، وبالتالي فما أزمة كبيرة اليوم في تونس. نسمع رأي سي أمين محفوظ، نسمع رأي سي صادق بالعيد، نسمع رأي من تبقى
من حكماء في هذا البلد ونحاولوا نقعدوا ونطرحوا المشكل ونتباحثوا فيه. يا ولادي راهو مش تفصيل صغير يطلع رئيس هيئه انتخابات، لا توسع ما جاوش خاطر ما فماش فلوس والاخر، لا لا مش هذا المشكل. مش خاطر التوانسة شدوا الصف على السكر ولا شدوا الصف على القهوة، لأنه هنعطيك أنا انديس صغير باش ما عادش يتكلم سي فاروق الكلام اللي كنا نسمعوا فيه هو ولا غيره، وخاصة من أنصار المشروع. قل لك جوعتوا التوانسة هما مشاوش الانتخابات، ماذا عن الرقم اللي تحقق في الخارج 0 فاصل؟ الاندراء التوانسي اللي يعيشوا في الخارج عندهم مشكلة سكر، عندهم مشكلة قهوة، عندهم مشكلة زيت، شدوا صف على كذا، شدوا، هم ما عندهمش المشاكل هذه، بالعكس امورهم هاني ورب يزيدهم. ومع ذلك عبروا على موقفهم مما يحصل في البلاد، وبالتالي قضيتنا مش قضية كرش فقط، الشعب هذا مش مرتاح لا جسديا لا نفسيا، فما مشكلة كبيرة اليوم في تونس. اللي ما عندوش متقلق واللي عنده متقلق. علاش بعد ما رئيس دولة 25 جويلية خذا كل السلطات، كتب استشارة، كتب دستور، كتب قانون انتخابي، خذا المراسيم، حط كل أقفال في مكتوبه، ومع ذلك لم يتحقق الاستقرار السياسي المنشود اللي خلينا هذا اللي ماشي له بعد شوي ونبنيه. لطفي مازلنا مازلنا مواصلين ما باش خليونا نقسموا الكلمة. الأسبوع اللي عشناه واللي انتهى نهار السبت بك الهزيمة المدوية راهو كان أتعس أسبوع في تاريخ تونس، راهو بداية من رحلة رئيس الدولة إلى واشنطن وما حصل فيها، يضاف لها رفض صندوق النقد الدولي إدراج تونس ملف تونس للنقاش وصول النهار السبت، وبالتالي كان أسبوع في منتهى التكثيف، وجاء تزامنا مع 17 ديسمبر، تزامنا مع نهاية السنة، تزامنا مع الذكرى 12 لما حصل في تونس. إذا هذا الكل تحبوا نمشوا ندرسوه بالتفاصيل الصغيره، فلان ما جاش والمدرسه ناقصه واضح لطفي واللي زي بها، رجعت لك بعد لحظات، قاعدين نمروا بجانب المشكل الحقيقي، وغدوه لا عندك يلا نمشيو فاصل ولا عندك الامكانيات باش تعاود تسوف ومعناها تعوم المشكل الكبير. واضح لطفي مازلنا مواصلين مع المواقف المختلفه، عبير موسي حركه النهضه وايضا المساندين لمسار 25 جويليه. قبل ذلك رونديفو القدره الشرائيه مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. يلا نمشي ونشوف شنو الفريات الجديدة اللي قدمها لكم كارفور في جميع مغازاته اليوم. حلفينا الأوفياء مرحبا بكم الناس الكل في مغازاتكم كارفور. اليوم باش نهزوكم للغيون اوتوموبيل، تلقاو عندنا دي برودوي بور لي زونتروتيان استيتيك للي حب كرهبته ديما جديده وديما نظيفه، عندنا لي شامبوان بور لي فواتور، وتلقاو زيدا دي نيتوايون لقطايا كرهبكم الكل كيما لي نيتوايون جونت، لي نيتوايون بنو، لي نيتوايون انتيريور، لي نيتوايون فيتر، لي نيتوايون بلاستيك اي تابلو دو بار، وحتى من لي نيتوايون موتور. مازلنا مكملين معاكم في لي برودوي دونتروتيان استيتيك. باش تلقاو عندنا زيدا لي تيغون بات و لي برودوي دونتروتيان كوير. ومازلنا في ريون اوتوموبيل، وتوا باش نتعداو نحكيو على لي برودوي بور لي زونتروتيان ميكانيك، وين باش تلقاو برشا شوا في لي زويل دو فيدونج، لي زاديتيف كاربورون، ليكيد دو روفريديسمون، ليكيد بور لاف غلاس، و او دي مينيراليزي. في كارفور باش تلقاو زيدا لي باتري وحتى من لي بنو، وهذا الكل باسوان ممتازه. وتوا باش نتعداو للي زاكسيسوار اوتوموبيل، وين باش تلقاو كل ما تسحقو كيما لي غون دو لافاج اون ميكروفيبر، لي بو دو شاموا، لي زيبونش، لي بارفان دامبيونس وغيرهم. ما تنساوش نذكركم عندنا بصفه حصريه لي برودوي كارفور. كيما ريتو في ريون اوتوموبيل عندنا برشا شوا، اسوامنا ممتازه، ملا مرحبا بكم الناس الكل. كل العروض تتعرفوا عليها على باج فيسبوك كارفور تونسي والا على سيت ويب كارفور.ان. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. فصل ونرجع نواصل اخبارنا.